أنا نقيب زهير الشيخ دورة 54 حربية مرتبات فرقة 26. أنا ملازم الطيار محمود أحمد حمادي. هذا الملازم عبد المجيد أيوب مرتبات إدارة مدفعي والصواريخ. أنا ملازم محمد بيت مرتبات فرقة 5. أنا ملازم أيمن حلاق حربي بمرتبات لواء 13 مستقل. نعلم أنا ورفاقي الضباط وصف الضباط والأفراد الانشقاق عن الجيش الأسدي وعقاباته المجرمة والانضمام إلى الجيش السوري الحر كتائب بالدفاع سرية الشهيد محمد حسين حلاق للدفاع عن الوضع عن المواطنين العدل. عاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر.